السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا وكما عرفتوا مرحبا بكم مرة أخرى، قلنا في جمعية أصدقاء بلا حدود. كما شفتوا العام دوزنا صعيب شوية لأن المستوى كان طايح والتلاميذ صعاب أنهم يستوعبوا، وما كانش واحد لا كونسونتراسيون في الدروس، وتعمروا عليهم الدروس وما كانش لا كونسونتراسيون. فاحنا كان عندنا دور، كان عندنا واحد مسؤولية كبيرة. فنتمنى العام الجاي ان شاء الله التلاميذ يكونوا في احسن مستوى ويكونوا اكثر. وهذا اعلان هذا الفيديو على انك سميتو الصيف، راه مستمرين حنا في الدراسه، ما نقطعوش الدراسه في الصيف. يعني فرصه بالنسبه للناس اللي بغاو وليداتهم شويه المستوى يتحسن، لان انتم شفتوا المستوى ضعيف بزاف. اللي بغى شويه يتحسن المستوى في وليداتو سميتو مره يصيفطهم في الصيف، شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 لان كيكونوا كلشي جالس، يحاول ما امكن يصيفطوا لوليداتو باش المستوى يتطور شويه. ومرحبا بكم جميعا. في الصيف كيكون ما كيكونش تمارين، انما كتكون لغات كاملين، تيكون لانفورماتيك، كيكون دعم تحت في الرياضيات مثلا، دروس ماشي تمارين، الرياضيات فيزياء كيكون دروس، والسونتر ديال الفرونسي، سؤال الصغار حتى الصغار والكبار، والإعلامية تحت الصغار والكبار. إذا مرحبا بكم معنا والسلام عليكم.